أخيرا مشاهدينا راح نروح لخبر أخير، والخبر اللي حقول الآن مؤلم صراحة. راح نشوف مع بعض صورة هذا الشاب. شباب حطوا لنا صورة هذا الشاب. طبعا اسمه هارس وعمره تقريبا 14 عام، وكان بشهادة الجميع ذكي وموهوب، ولكن الشرطة الأمريكية أعلنت وفاته بسبب تحدي على منصة تيك توك. التحدي كان عبارة عن تناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار للغاية، وطبعا هذه التحديات بنشوفها بشكل كبير جدا ومنتشرة أيضا في منصة التيك توك، وفيها خطورة عالية على الإنسان اللي ممكن أنه ينسى نفسه عشان المزيد من المتابعين أو المشاهدات العالية. أتوقع بعد هذا الخبر أنه الرسالة وصلت، انتبهوا يا شباب، المراهقين أيضا خلف الشاشات ممكن يتهوروا زي هذا الشاب، ولكن بالنهاية صدقوني ما راح يفيدكم شيء أبدا، لا المتابعين ولا زيادة المشاهدات راح تفيدكم شيء. انتبهوا على صحتكم ولا تمشوا ورا الترندات، طبعا هذا أهم شيء.